السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أيها الزوار الكرام في حلقة جديدة والتي سوف نقدم من خلالها كيف تقوم بالحصول على إيميل هوت ميل بدون رقم هاتف، أو كيف تقوم بتسجيل أو إنشاء إيميل هوت ميل بدون رقم هاتف بطريقة سهلة جدا. أو هوت ميل أو أوتلوك، هذين الشركتين فقد اندمجا مؤخرا. جيد، سوف نعمل على شرح هذه الطريقة إخواني الكرام. أدعوكم دائما إلى الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس باختيار كل الإشعارات حتى توصلنا إن شاء الله بكل جديد القناة. جيد، الآن كما قلت لكم سبقا شرحت العديد من الحلقات فيما يخص الهوت ميل وكذلك الأوتلوك أو صح التعبير أو الهوت ميل. سوف نقوم بكتابة هوت ميل في محرك البحث الخاص بالقناة الخاصة بي. سوف تظهر لك هنا مجموعة من الحلقات التي سبق وأن شرحتها في العديد من الحلقات فيما يخص استعادة كلمة سر، كذلك الحصول على أداة من أجل البحث عن الحسابات المتاحة، كذلك طريقة استعادة الرسائل، طريقة استعادة الحساب، طريقة شرحت العديد من الحلقات، كذلك تطرقت إلى طريقة إغلاق الحساب، كذلك تطرقت إلى مجموعة من البرامج، كذلك كيف تقوم بإضافة بريد احتياطي لحساب هوت ميل، كذلك تطرقت إلى كيفية تفعيل ميزة تفعيل وكيف تقوم بحماية حسابك في هوت ميل من السرقة والعديد من الحلقات. يمكنك، سوف أضع لك هنا قائمة خاصة بهذه الدروس التي قمت بشرحها. جيد، الآن سوف نمر إلى شرح الطريقة. أول شيء سوف نقوم به، نقوم بالتوجه إلى محرك البحث، ثم نقوم بكتابة أوتلوك أو هوت ميل. بعد ذلك سوف يتم توجيهك إلى هذه الصفحة، أو يمكنك أن تظهر لك على هذا الشكل. تختار هنا كرييت فري أكون أو إنشاء حساب مجاني. بعد ذلك هنا سوف تجد أن هذا الأخير لهم بنطاقين، نطاق أوتلوك ونطاق هوت ميل. هنا بالنسبة للإسم هنا كرييت أكون، هنا سوف تقوم بكتابة الناطق الذي تريد أو اليوزر الذي تريد. فمثلا سوف أقوم بكتابة مثلا أنا سوف أقدر فقط، سوف أقوم بكتابة إيميل، ثم بعد ذلك يمكنك أن تقوم بكتابة أي شيء تريد أنت كما تلاحظون معي. سوف أختار هذا ثم بعد ذلك أقوم بالنقر على نيكست. جيد، فهو متاح. سوف أقوم بكتابة الباسورد بنفس الاسم، هنا سوف أضع هذا الخيار، ثم هنا سوف أقوم بإضافة الأروباس على هذا الشكل مثلا، ثم بعد ذلك نأتي إلى هنا أقوم بوضع أروباس، نفس الشيء هنا أقوم بوضع أروباس مرة أخرى. بعد ذلك سوف أقوم بالحصول على هذه البرنامج لالتقاط صورة من أجل التذكار كما قلت أن تتذكر كلمة المرور وكذلك الهوت ميل الخاص بنا. كما تلاحظون هذا هو الهوت ميل. سوف نقوم الآن بعملية النقر على نيكست. بعد ذلك سوف يعطيك هنا أن تقوم بكتابة الاسم الخاص بك. أنا سوف أقوم بكتابة أي اسم فقط من أجل كما تلاحظون. بعد ذلك نقر هنا على نيكست. هنا سوف يتم اختيار البلد أوتوماتيكيا كما تلاحظ معي. بعد ذلك هنا تختار واحد، من الأفضل دائما أن تختار واحد والسنة التي قمت بالازدياد بها. فمثلا أنا 1990 سوف أختار مثلا 1/1990، حتى عندما تريد أن تقوم باستعادة حساب طلب منك، أو حتى إن كنت تريد أن تقوم بتذكر هذا الأمر من أجل استعادة الحساب مرة أخرى أو شيء من هذا القبيل، يمكنك أن تقوم بالأمر. هنا يعطينا أن الباسورد غير جيد، سوف نقوم بإزالة هذه الأروباس إن صح التعبير. على سبيل المثال نتركه على هذا الشكل. ثم نضغط نيكس مرة أخرى. الباسورد غير الباسورد خاطئ. سوف نعمل على حل هذه المشكلة بكتابة مثلا هنا لوكاس. نختار روباس ثم نختار لوكاس مرة أخرى على هذا الشكل. ثم نختار هنا 99 على هذا الشكل فقط كما قلت لكم من أجل إنشاء الحلقة، وبعد ذلك يمكنك أن تختار أي شيء تريد. نقوم بالنقل على نيكست ثم نيكست.
جيد، الآن تمت العملية بنجاح. الآن سوف نقوم بكتابة الكود الخاص بالكابيتشا. كما تلاحظون نختار هنا، نقوم بكتابة نفس الحروف المتواجدة H ثم K ثم K مرة أخرى، نقوم بالنقل على Next ثم ننتظر. وبهذه الطريقة إخواني الكرام نكون قد قمنا بإنشاء حساب هوتميل أو أوتلوك بدون رقم هاتف. بهذه الطريقة يمكنك أن تقوم بإنشاء عدة حسابات أو ملايين من الحسابات بدون مشاكل. كما تلاحظون هذا هو الإيميل الخاص بنا وقد قمنا بإنشاء الحساب. نتوجه إلى الإيميل، كما تلاحظون نفس الإيميل الذي قمنا بتسجيل به. سوف أقوم بجلب الصورة، لاحظوا معي نفس الإيميل قمنا بإنشائه بدون رقم هاتف. هذه هي الطريقة إخواني الكرام، يمكنك أن تقوم بإنشاء عدة حسابات بهذه الطريقة سهلة جدا. كما تلاحظون هذا هو الإيميل قمنا بإنشائه بطريقة سهلة جدا كما تلاحظون، وبدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل. فقط يجب أن تقوم باتباع الخطوات التي قمت بشرحها، وإن شاء الله سوف تتمكن من إنشاء حساب هوتميل أو أوتلوك بطريقة سهلة جدا، وذلك وبنطاق دوت كوم كما تلاحظ أوتلوك دوت كوم، أو يمكنك أن تقوم بإنشاء هوتميل دوت كوم. هذه العملية كما قلت سهلة وبسيطة جدا لإنشاء حساب هوتميل بطريقة سهلة. أتمنى أن تكون حلقتنا الخاصة بهذا اليوم. لا تنسوا إخواني الكرام دائما رابط سوف تجدونه أسفل الفيديو، يمكنك أن تقوم بالدخول إلى الموقع الخاص بالأوتلوك وتقوم بإنشاء الحساب بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل. بذلك سوف أضع لكم حلقات يمكنك أن تقوم بالاستفادة منها فيما يخص الهوتميل أو استعادة الحساب وغيرها من الحلقات التي قمنا بشرحها مسبقا. أتمنى أن تكون حلقتنا الخاصة بهذا اليوم قد نلت إعجابكم أيها الزائرون الأوفياء. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقة قادمة بحول الله. كذلك أيها الإخوان الكرام لا تنسوا دائما الإعجاب بصفحتنا، يمكنكم أن تقوموا بالدخول إلى صفحتنا سوف تجدون جميع الحلقات التي نقوم برفعها على القناة الخاصة بنا، وكذلك على صفحتنا على الفيسبوك، حتى إن كنت تريد أن تقوم بمشاهدة الحلقة أو مشاهدة الأشياء التي نرفعها يمكنك مشاهدة مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك. ولا تنسوا عمل لايك لصفحتنا حتى تتوصلون بكل جديد. كذلك أدعوكم إخواني الكرام إلى الإعجاب بقناتنا على اليوتيوب، كذلك أدعوكم إلى مشاهدة الموقع الخاص بنا شروحات.com. أي حلقة نقوم برفعها نقوم بوضع رابط خاص بالحلقة تكون فيه جميع المعلومات المتعلقة بالحلقة، يمكنكم أن تقوم بالدخول إلى الحلقات الخاصة بنا سوف تجد المقطع الفيديو التابع للحلقة، وكذلك تجد الروابط التي نقوم برفعها. كذلك هنا يمكنك أن تقوم بمشاهدة الروابط وكذلك جميع الأشياء التي نقوم برفعها على الموقع الخاص بنا. أتمنى إخواني الكرام أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم. لا تنسوا دائما كما قلت دعمنا وكذلك الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله. نشكركم للمشاهدة، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك والتعليق.